الو، ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. دكتوره نيفين، ازي حضرتك؟ دكتوره نيفين مع حضرتك، اتفضلي. انا اسمي ابتسام وعايزه لاولادي الاثنين الولدين. ابتسام وعايزه الولدين. ولدين اقول لك اسمائهم ولا حروفهم؟ قولي الاسامي. ممكن اعرف اسم مامتك؟ اسم احمد واسم عبد اللطيف. احمد وعبد اللطيف اولادها. ممكن اعرف اسم مامتك؟ مامتك انت بقى اسمها ايه؟ اسمها عصمت، الله يرحمها. عصمت، الله يرحمها. دي كانت ست عظيمه جدا، الله يرحمها. الله يرحمها. بصي يا ابتسام، انت عندك انت بتشتغلي حضرتك؟ لا، انا ست بيت، ربت بيت. ست بيت. بصي ابتسام، انت اول النصف من اسمك كان اسمك كتير حلو، نصف الاخر في عندك متاعب كتير. نعم. يعني متاعب بضمن حياتك البيتيه. احمد. نعم. احمد عمره كام؟ احمد عنده 40 او 39 سنه. متجوز؟ يعني منفصل. 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 احمد اسمه حلو، بس هو احمد هو بيتعب نفسه زياده عن اللزوم. لا بتقولي بتقولك هو اللي بيتعب نفسه زياده عن اللزوم. تعب نفسه، هو اللي بيتعب نفسه. بيتعب نفسه. بيتعب نفسه. واسم الثاني ابن احمد بالذات، يعني عنده شويه مشاكل. هي عايزه تشوف احمد بالذات عشان عنده مشاكل. بس هو اليوم طيب. ماشي، حاضر. احمد عنده، احمد بيشتغل؟ نعم. بيشتغل احمد؟ لا، كان عندهم شغل وجالهم دروب هما الاثنين في الشغل، فالحاله هما كانوا بيشتغلوا بس الاثنين قعدوا من الشغل، يعني حصل لهم مشاكل فقعدوا الاثنين. يعني هنا بيشتغلوا بالدوله ولا عاملين مشروع خاص؟ لا لا، كانت اعمال حره. ايه؟ اعمال حره. اعمال حره. لا احمد ان شاء الله اموره هتنحل باذن الله. طب بس هو في سفر بالنسبه لاحمد حكايه وقت بتقول لك هو في سفر بالنسبه لاحمد او الحاله الماديه هتتحسن؟ بس هيسافر، بس مش دلوقتي، اخر السنه ان شاء الله. طب وعبد اللطيف اسمه ايه؟ عبد اللطيف. طيب معلش الصوت قطع، معلش. لا لا ولا يهمك. عبد اللطيف عمره كام؟ عنده 31. 31 سنه. بصي هو شوي عنده اكتئاب، بقدر بقول لك مارر بظروف كمان صعبه، بس ان شاء الله باذن الله حيشتغل، بس مش دلوقتي، يعني اقدر اقول لك بنص تسعه باذن الله. اهلا وسهلا. ميرسي على اتصالك، شكرا.